يعني يمكن هالاند هو واحد من افضل لاعبي الدوري الانجليزي، واخر مباراه لي امام ساوثهامبتون في ظاهره غريبه ما سجلش الشوط الاول بس، ولكن بيعود للتهديف في الشوط الثاني، ولكن هو في الاخر واحد من افضل هدافي الدوري الانجليزي، واحد من افضل اللعيبه اللي موجودين. هنتكلم بشكل اكبر ونتكلم فنيا عن مباريات امس ارسنال وليفربول مع محللنا الرياضي اللي دايما بينورنا عبر زوم محمد عادل. ابو حميد صباح الفل عليك. صباح الفل يا يحيى، ازيك؟ صباح الفل عليك يا استاذ محمد، منورنا في برنامج صباح اون تايم، ودايما بنسعد بوجودك معنا. والحقيقه انه يحيى النهارده كان مقرر ان هو اللي يحلل فنيا في الدوريات الاوروبيه، فكنا عايزين نعرف رايك في الموضوع ده، يعني ممكن انت اللي تساله بقى النهارده، لانه كان عنده اراء كتيره جدا تحليليه عايز يتكلم فيها النهارده. وندمج لا ما اقدرش اتكلم في وجودك يا محمد عادل. يلا بينا، يلا بينا. كان مندمج جدا في الحدوته بتاعه مباراه ارسنال امبارح وليفربول، وكان عايز يتكلم على بعض النقاط، وشايف ايه اسباب فكره انه يورجن كلوب تراجع، او ان يورجن كلوب حط نفسه في ده الاخطاء اللي هو وقع فيها من بدايه الموسم. فده المعلومات اللي كانت عندي يحيى، يعني لو عايزين بقى تتناقش فيها مع بعض. بنحاول والله بنحاول. لا هي المباراه فعلا تخلي الناس كلها تتكلم، مباراه كبيره، ارسنال ليفربول على طول هي مباراه كبيره، وخصوصا مع الصعود الكبير لاداء ارسنال السنه دي من اول الموسم، بيقابلوا تراجع واضح وملحوظ في اداء ليفربول. ماتش وماتشين لا، ماتش اون وماتشين اوف، يعني ليفربول كسب رينجرز في الشامبيونز ليج، عنده مباراه صعبه قدام ارسنال، مباراه صعبه جدا على الفريقين، يعني ارسنال يحرز ليفربول يتعادل، هنا هات وخد، مباراه فعلا كبيره ما بين فريقين كبار. ولكن الناس كلها بتتكلم، يعني ارسنال بيقدم مستوى كبير وعارف يرجع، كان قبل كده في يعني في السنين اللي فاتت، في المواسم اللي فاتت ارسنال لما بيخسر فيه هدف او هدفين لا ما بيرجعش حتى لو كان متقدم، يعني الكامباك كان بيتعمل عليه بشكل سهل. لكن الموسم ده وقدام فرق كبيره، كان بيلعب توتنهام الاسبوع اللي فات وعمل مباراه كبيره جدا قدام توتنهام وكسب 3-1. المباراتين على ملعب الامارات مفيش مشكله، ولكن برضو الاسمين كبار، سواء توتنهام اللي هو ديربي شمال لندن او ليفربول، اسم كبير جدا جدا باللعيبه، بالقيمه السوقيه لكل اللاعبين، بالقيمه الفنيه لكل اللعيبه. شفنا مباراه امبارح، شفنا من اول دقيقه ارسنال بيحرز هدف واستغلال ليه، يعني ايه، لسه اللعيبه ما رجعتش وما سبتتش مكانها وكلام، وبرده من ناحيه ترينت الكسندر ارن الهدف والحته دي انا على فكره انا يمكن اتكلمت عن حته مارتينيلي، وهيستغل الحته بتاعه الكسندر ارنولد وهيعرف يشكل خطوره على ارسنال، وده اللي عمله على فكره مارتينيلي امبارح. صحيح، ده اللي عمله جدا، يعني احنا بنتكلم على مارتينيلي، بنتكلم على ماتي اوديجارد، بنتكلم على بوكايو ساكا، بنتكلم على خيسز، رباعي مرعب بصراحه دلوقتي على مستوى البريمير ليج، رباعي مرعب وفريش وبيلعب بشكل كويس، وفي تبديل وتوفيق، مفيش مركزيه، لا مركزيه ما بين اللعيبه. اوديجارد عمل باس عظيم امبارح، هو اللعيب ما يتسابش، يمكن من علامات الاستفهام او من الحاجات اللي كان الناس بتتكلم عليها امبارح، ان فابينيو يقعد على دكه البدلاء، وكان بيلعب امبارح هندرسون و هندرسون كمان امبارح كان في مين بتتكلم عن ميلنر ولا بتتكلم عن مين؟ لا مش بتكلم على والله نسيت اسمه ده، يعني عيب والله لما انسى اسمه، البرازيلي لاعب وسط الملعب، الكانتارا، تياجو الكانتارا. قول لي بس تتكلم على مين وانا معاك. تياجو الكانتارا. فحتى امبارح هندرسون، شفنا امبارح في المباراه، يمكن بداية المباراة هي اللي سببت في الشد والجذب اللي حصل بينه وبين جابرييل امبارح، وحتى لسه مستنيين هل في قرارات من الاتحاد الانجليزي من رابطة البريمير ليج بخصوص اللي حصل امبارح. كان في كلام عن يعني كذا موضوع بخصوص هندرسون، لكن في قلق، في مشكلة كبيرة، في مشكلة في نص الملعب، مشكلة نص الملعب، في مشكلة في الدفاع واضحة، ويعني ترينت الكسندر ارنولد من اول الموسم في مشكلة، شفنا في مباراة رينجرز بيحط فاول، بقى ده سادس فاول ليه في تاريخه مع ليفربول، فاول جميل جدا وكل حاجة، لكن برضه لسه عنده مشكلة، في مشكلة امبارح الهدف الاول والثاني بالذات، الرابطة بينه وبين هندرسون كان فيها مشكلة كبيرة،
ياخدنا في المباراة دي بس. أنا عايز والله أروح معاك. والله هو يستحق، لكن إحنا فعلا في مباراة ده حقيقي. عايز أروح معاك سريعا ليونايتد وأتكلم معاك على فكرة عودة رونالدو للتهديف. شفت عودته مرة تانية إزاي، خصوصا بعد الخسارة يعني اللي وقعت على يونايتد اللي كانت كبيره جدا. ساعتها المدير الفني قال ان هو ما رضاش يشرك رونالدو، ده نظرا لتاريخه الكبير جدا، ويمكن ناس كتير جدا كانت ضد التصريح ده بشكل كبير. رونالدو بيرجع وبيرجع للتهديف، تعليقك ايه؟ وشايف هل يونايتد يقدر يقف على رجله سريعا بعد الخساره دي؟ طبعا رونالدو بيحقق ارقام. رونالدو امبارح حط الرقم، الهدف رقم 700 مع الانديه. صحيح، وده رقم مش عادي، رقم يعني اسطوري. ان انا مع الانديه اللي بلعب معاها حطيت 700 هدف، ده رقم رهيب. غير كده رونالدو كمان ما بداش المباراه، رونالدو نزل كبديل لانتوني مارسيال، لكن تحركاته خطيره. حتى في الهدف اللي اتلغى لراشفورد، الهدف الثالث، هو اللي صنع الهدف، هو اللي بيشترك، بينزل نص الملعب وبيعمل الجامب وبيعمل الاريال دول او الثنائيات الهوائيه، وخد الكره واداها لراشفورد اللي راح بيها، لكن الهدف اتلغى في الاخر. اعتقد ان البدايه المتانيه لرونالدو طبعا بناء على كل الظروف اللي حصلت في الصيف، وشفنا اللي حصل، وتخيلنا ان رونالدو مش هيدخل الملعب تاني مع مانشستر يونايتد، لكن الدنيا هديت نوعا ما. واعتبار طبعا رونالدو 37 سنه، فمهما كان انا قادر، انا قوي، انا بحرز اهداف. هيكون بيلعب في ظل الظروف والمشاكل الدفاعيه لنادي ليفربول، هيوقف الكتيبه بقياده هالاند سواء فيل فودن المتوهج مع مانشستر سيتي. شايف المباراه اللي جايه دي هتكون لليفربول، انا بشوف ان انت لو خسرت الماتش الجاي انت هتخش في نفق مظلم، لو كسبت هتعيدك مره تانية طبعا. ولو نرجع كده بالزمن حبه صغيرين، بنتكلم على مباراه ليفربول ومانشستر سيتي السيزون مفصليه، وقدام خصم هو اصعب خصم في العالم دلوقتي، فيعني الله يكون في عونهم، الله يكون في عون يورجن كلوب. ان الدنيا صعبه جدا. أكيد. جدا مع التوهج اللي في مانشستر سيتي طبعًا. دلوقتي وعنده مباراه بكره مع كوبنهاجن، في وخصوصا بعد التصريح ليورجن كلوب قاله من الاخر. طبعا يا استاذ محمد بيقول لك انا بقول للجمهور انا خلاص مش بنافس على البريمير ليج. اعتقد كان تصريح صادم جدا 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 من يورجن كلوب لجماهيره، ولكن الإجابة هتكون بعد مشاهدة المباراة. مش عارفين يعني، مش عارفين المباراة دي ممكن يكون السيناريو بتاعها عامل ازاي، المشهد عامل ازاي. وافتكر كلامي يا محمد، السكور هيكسب، السكور هيكسب، مش لازم وارد يبقى في تعادل، وارد يبقى في تعادل، وارد طبعا، وارد. هو يعني ماتشات ملهاش حسابات، ولكن سيتي يعني انت اديك شايف والناس كلها شايف. محمد يعني طبعاً. الكلام معاك ممتع، وهالاند هيجيب هاتريك خلاص. عشان احمد سيد ما يزعلش، ابن خالد المخرج عندنا هالاند، عشان كده عنده حب شديد جدا بهالاند. يعني اتحسد ما جابش غير جون واحد. هالاند اتحسد ما جابش غير جون واحد. وعدى شوط كامل. ده في ناس قالت لك الشوط الاول خلص امام ساوثهامبتون وما سجلش، دي ظاهره غريبه جدا. يعني اللي هو غريبه جدا جدا، يعني الموضوع صعب معاهم جدا. تحياتنا ليك محللنا الرياضي المنورنا دايما استاذ محمد عادل، شكرا جزيلا لوجودك معانا، دايما بنسعد بوجودك معانا، وصباحك زي فول.